تربية بديلة يعني غادي نلوحوا هذا الشيء في الزبل ونديروا شي حاجة بديلة، ماشي الشمعة نعوضوها بالمصباح، ماشي الكروسة نعوضوها بالسيارة. أنا تنقول خصنا إعادة ترتيب الأولويات ديال ذاك المعمل اللي سميته المدرسة. هذا هو البديل، البديل في المضمون، في المقاصد. هذا الشيء هو اللي بغينا نديرو حنا، هو إصلاح واحد العطاب. كاين عطاب، الشاب المغربي اليوم عنده 4 ديال الحلقات في المسلسل الفكري ديالو. شنو هما؟ هما القرايه ويجيب النقاط، هما يجيب الدبلوم ويخدم في الوظيفه العموميه، هو يجمع فليسات باش يستهلك ويتزوج ويدير الطوموبيل. هذا المسلسل لم يعد صالحا بتاتا جميع الحلقات ديالو. علاش؟ لان هنا غادي نجيب النقاط بالغش مثلا، غادي ننقل، غادي ندير شي حوايج اللي ما عاجبنيش، غادي نمشي نخدم. الا لقيت الخدمه الدوله كتعطي 20,000 منصب شغل في السنه، وكاين الملايين ديال الشباب، كي غادي نديروا كلنا ندخلوا في 20,000 منصب؟ هادو كلهم امور ما تتقالش للناس. تيدخل 12 15 سنه هو في السلسله الدراسيه ديالو، ملي تيكمل عاد تينتبه، عنده واحد الليسانس، واحد الورقة مكتوب فيها ليسانس تيتسالى بها، لا فائدة منها، ما تتحلش حتى شي باب. ما تنقولش كلشي طبيعة الحال، الله يخليكم، أنا تنقول العدد الكبير، كاين اللي تينجي نفسه، كاين اللي تيدير شي بركة، كاين اللي تيطور هذاك الورقات اللي عنده، ولكن ما نقولوش للناس راه مجرد غادي دير ليسونس راك غادي تدخل موظف وغادي تجلس حتى انت في البيرو وغادي تحط الفيستا وتمشي للقهوه وكون عندك التقاعد وكون عندك، لا راه ما يمكنش، غلط هادشي. غادي يكون عند واحد فئه قليله اللي محتاجها الدوله باش تستمر تسير الدواليب ديالها، ولكن ما نقولهاش للناس كلهم، نقول لهم راه كلكم غادي تدخلوا في هذا المخطط، ماشي صحيح. هذا تغليظ، والأسر حتى هما غالطين. السوع الإضافية، الأموال تنفق باش يجيب واحد 17 باش يتقيد في واحد المدرسة باش يخرج يخدم، ما غيخدمش ولا ما غيلقاش الخدمة اللي كيخلصوا عليه الناس على الأولاد ديالهم أكثر من ذاك الأجرة اللي غادي يتقاضاها في هذيك الخدمة اللي غادي يخدم إلى خدم. أين توجد أكبر خزانة عمومية في العالم؟ أين توجد أكبر خزانة للكتب في العالم؟ الجواب بسيط، هو واشنطن. واشنطن the library of congress ديال البرلمان ديالهم فيها أزيد من 100 مليون كتاب. إذن هذيك العظمى، الدولة العظمى الأمريكية، راه العظمة ديالها مرتبطة بتوفر وإيجاد و و و وتحضير القارئ والكتاب. وهذا الشيء ماشي غريب علينا، راه ماشي تقولوا هذا السيد كيهضر لنا على امريكا والبحر، لا لا لا، راه ما نقلوا من الحضاره العربيه، لان اول خزانه عموميه فتحات الجمهور هي بيت الحكمه في بغداد 1000 سنه، هي المكتبه ديال بغداد، هي اللي سميتها بيت الحكمه. الصوره اللي كتشوفوا امامكم هي اشاره، هذيك المكتبه والخزانه اللي كاينه في الكونغرس في واشنطن راه هي استمراريه ديال بيت الحكمه اللي كانت في بغداد 1000 سنه هذه. وقبل من بغداد كانت خزانه الاسكندريه، ومن بعد بغداد كانت الخزانه ديال قرطبه، وهكذا. العظمه تقاس بالمستوى الثقافي، العظمة تقاس بتوفر الكتاب، العظمة تقاس بالترانسميسيون، كيف تملك شيئا ويأتي بعدك من يملكه أيضا. كيفاش يمكن لنا نتصوروا مثلا هذيك التربية وهذاك الشاب وذاك المواطن اللي هضرنا عليه، كيفاش يمكن لنا نتصوروا يكون في خصام مع الكتاب ومع الثقافة بشكل عام،
ونترجاو اننا يكون عندنا الاستثمار، وترجاو يكون عندنا التقدم، وترجاو يكون عندنا الرفاهيه. انا شخصيا ما كنطيقش مثلا هذا الحديث هذا على التنميه، الى ما عندناش هذاك الانسان اللي فاهم الدور والمعنى ديال الثقافه، واللي كتبدا بالكتاب، كل كتاب بالانواع ديالو. الدراسات معروفه، اش كتقول؟ كتقول البيت اللي ترعرع فيه الطفل وفيه الكتب ينتج اطفال اكثر استعدادا لمواجهه الحياه، اكثر نجاحا في الحياه. إلا كاين شي فارق ما بين البشر وبين الأسر، ماشي واش عندهم الثلاجة ولا ما عندهمش، واش عندهم الحاسوب، ربما الحاسوب، ولكن الأصل واش عندهم الكتب في البيت ديالو، واش هذاك الطفل كانت الوالدة ديالو كتقرا ليه شي كتيب أو لا لا، تما فين كاين الفرق. المغرب الأفضل، أنا ضد هذه الفكرة، المغرب الأفضل هو المغرب الذي يشبه الدول الغربية أو الدول المتقدمة، أنا ضد هذه الفكرة. يعني يجب أن نبني المغرب الأفضل مغربا كما نريده نحن، ليس تقليدا للآخر. هما ما بناوش الدول الغربية ديالهم، ما بناوهاش نقلا عن شي واحد، بناوها بالأفكار ديالهم، بالمناخ ديالهم، بالأدوات الفكرية اللي عندهم. هكذا تبنى الأمم، ماشي بالتقليد. هذا نجح بواحد الطريقه، هذا حل الكوافير، حتى انا غادي ندير كوافير، هذا دار واحد النوع في الاقتصاد، حتى انا غادي ندير داك النوع في الاقتصاد. احنا كنرجعوا مثلا للابداع. ملي كتمشي لهذوك الدول اللي انا بالنسبه ليا ما كنعتبرهمش دول نموذجيه اللي خصني نقلدها بالعيون المسدودين، لا، ملي كتمشي لهم لانهم الان ينبهر بهم الجميع. المغاربه ديالنا الان مع الاسف 550 الف مغربي نالوا الجنسية الأوروبية في 4 سنوات. هذا النزيف خصو يتفهم، ماشي أنا تنحلوم على هذا اللي مشى، لا، ولكن خصني نفهم علاش. بحال شي واحد تيسيل منه الدم ولا يبالي، خدام تيسيل منه الدم، والناس اللي مثقف تيمشي والغير مثقف تيحرق، وهما راه أذكياء تيعرفوا يجروا هذوك اللي بغاو. ما نكونوش غالطين، سياسة الهجرة راه مبنية على أفكار، مبنية على خلفيات، ما تيهمناش. إذن هذاك العالم الذي يبهر الجميع، شنو الفرق ما بينه وما بين المدن ديالنا؟ حنا نبقاو غير في المدن. ملي كتجول في الأزقة ديال المدن الألمانية ولا النمساوية ولا الفنلندية، ماذا يثير الانتباه؟ ما شنو اللي كي أنا بعدا شخصيا شكون اللي تنشوف عدد الخزانات، العدد المكتبات اللي متوفره بها. طبيعه الحال راه غادي نسمع راه حتى هما كيسدوا المكتبات ديالهم، حتى هما عندهم، لا لا ما كاينش داك الشيء. النسبه ديال القراء لا زالت مرتفعه، النسبه ديال انتاج الكتب لا زالت ترتفع، النسبه ديال الجوائز وديال التجاره والصناعه اللي نتج الكتاب وعلى الثقافه بشكل عام راه هز الالاف والملايين ديال المناصب ديال الشغل. اذا الفرق ملي كتمشي للمدينه بحال الدار البيضاء، شحال عدد المكتبات اللي فيها، شحال عدد الخزانات اللي فيها. نشوفوا كيفاش هذيك المنظومه داخل فيها الاسره، ايضا داخل فيها الشارع، داخل فيها المجتمع بشكل عام، كيفاش نكون عندنا هذا المواطن هذا. لان اليوم ماشي صحيح يقولوا لنا اليوم المواطن المغربي ما تيموتش بالجوع، الماكله كان الانسان يمكن ليه ياكل. المواطن المغربي اليوم تيموت من الجهل، سمحوا لي على هذه العباره، ولكن الجهل ماشي الجهل زعما جاهل عصور جاهليه ولا الجهل، يعني كيف تطبيق قانون السير مثلا. الالاف ديال الاموات كيوقعوا في الكسايد، أغلب ديالهم نظرا لواحد قلة الوعي، قلة روح المسؤولية اللي كتكون في السائق. كيموت مثلا بأمراض اللي كان يمكن ليه يتجنبها لو لم يكن فيه ذاك الجهل المطبق اللي هو فيه اليوم. تمشي مثلا الدواء بشي حوايج اللي كتزيد تفاقم هذاك المرض ديالو، هذا هو اللي تيؤدي الموت. إلا كنا غادي نديرو شي إحصائيات، نديرو إحصائيات من هذا النوع
عدد الموتى من الجهل. هذا رقم خصنا نكون عنه. شاب عنده 20 درهم في جيبو، اش كيدير بها؟ غيمشي يشري عصير، غيتبرع بعصير ديال لافوكا ولا عصير ديال طيب. قدر ديرها مره مره وتبرع حتى انت تذوق شي حوايج بنينين، ولكن 20 درهم راه كتاب هذا، وملي تكملوا ماشي بحال عصير ديال لافوكا. مشى ملي تكمل قراءه هذا الكتاب يمكن لك تعطيه لواحد اخر يستفد منه حتى 20 درهم، غادي تقرب لها الالاف ديال الناس هذاك الكتاب، يقراه 100 ديال الناس. عصير ديال لافوكا وانشا كتستعملوا مره. نفس الشيء عندك 100 درهم غتمشي تشري سبرديله، غتمشي تشري كاسكيطه مزيان، شري كاسكيطه. واحد النهار كنسول واحد البنت عندنا في كوني، قلت لها هاد الصحه السبرديله جديده، قلت لها شحال عندك السبرديله؟ قالت لي 7. ما كان راه ماشي تستهزاء ولا توبخ ولا تنلوم، هذا واقع. انتجنا ناس يستهلكون، لم ننتج ولم نتيح الفرصه لهذا الشباب ان يعطي القيمه للفكر ولتغذيه الفكر، ونعطي القيمه للديكور وللمظهر وللمسائل السهله ديال الاستهلاك السهل. وما تقولوش ليا كاين مساله ديال الفلوس،